بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع عاوز أكلمكم فيه بعنوان ماذا أفعل يا رب؟ دي آية على فكرة، هنشوف مكانها دلوقتي. ماذا أفعل يا رب؟ السؤال ده الحقيقة مهم أوي، كتير أوي ما الواحد يبقى محتار وعاوز يقول له ماذا أفعل يا رب؟ أتكلم ولا أسكت؟ أروح ولا أقعد؟ مش عارف. وكانت الإجابة، احنا هنشوف الإجابة دي فين والكلام ده فين. قم اذهب يقال لك، قم اذهب فيقال لك. يعني ساعات ما تبقاش الإجابة على طول اعمل كذا، لا، روح المكان الفلاني تعرف الإجابة. فاحنا نركز في موضوعنا الأولاني ان احيانا ربنا بيقول لنا روح المكان الفلاني، هناك هتسمع صوت، هناك تعرف الإجابة. في أماكن بيبقى فيها إجابة، أو أحيانا ربنا ما يجاوبش بسرعة، يبقى عاوزك تروح حتة الأول. تعال نشوف النص. في أعمال 22 بولس كان بيتحاكم، فحدث لي، كان بيحكي وهو بيتحاكم، حكى حكاية معرفته بالمسيح لأول مرة. فبيقول للوالي: حدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. الذين كانوا معي نظروا النور، على فكرة ما شافوش المسيح، شافوا مجرد نور، وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصر، من أجل بها ذلك النور اقتادني بيد الذين كانوا معي، فجئت إلى دمشق. ثم أن حنانيا رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان أتى إلي ووقف وقال لي: أيها الأخ شاول، ابصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه. عمركم فكرتوا ليه ربنا قال له ادخل دمشق؟ كان المفروض هو رايح دمشق يمسك المسيحيين. طب كان المفروض بعد ما ظهر له ارجع بقى بيتك وبطل بقى الحركات دي وتوب وتعدل وشوف التلاميذ يقولوا لك ايه مثلا. انما سابه يكمل طريقه عادي، قال له روح دمشق، مش انت رايح دمشق، ادخل دمشق، وهناك يقال لك، ليك رسالة هناك. يمكن ربنا كان عاوز الناس تشوف الرجل المرعب اللي جاي ده الإرهابي ازاي اتحول إلى قديس. يمكن ربنا كان عاوزه ما يرجعش دلوقتي عشان ما يحصلش بلبلة في أورشليم ويكمل مشواره عادي. كان أكيد ربنا عاوزه يفضل أعمى 3 أيام ومش فاهم حاجة ومش عارف حاجة وبيسوقوه كده زي الحيوانات. يمكن ربنا كان عاوز يقابل شخصية زي حنانيا، لأن حنانيا ده قديس عظيم يطلع في السنكسار أسق في دمشق، وحنانيا هو اللي إيه يعمده يبشره. يمكن صعب قوي يتعمد في أورشليم، يبقى كان أحسن يتعمد بعيد عن أورشليم. يمكن حاجات كتير، إنما الإجابة كانت: قوم اذهب إلى دمشق، هناك يقال لك. ساعات الواحد فينا يبقى مش عارف ربنا عاوز منه ايه، مش عارف يعمل ايه، وتيجي الإجابة مش واضحة على طول اعمل كذا، لا، روح المكان الفلاني يقال لك، روح المكان الفلاني يقال لك. عارفين لعبة الكنز اللي بيلعبوها العيال؟ في لعبة اسمها الكنز، يعملوا ايه؟ يخبوا حاجة غالية في حتة، وبعدين ايه؟ يحطوا ورقة مثلا تقول دور تحت مثلا حاجة خشب مش عارف ايه، يقوم يروح يدور يلاقي ورقة تاني، تقول له دور مش عارف في المكان الفلاني، يروح يدور يلاقي ورقة كمان. كل خطوة
تدله على الخطوة اللي بعدها، بس مش يلاقي الكنز في وشه على طول. هل ربنا بيلعبنا لعبة الكنز، ولا ربنا عاوزنا يعني نتعب شوية عشان نسمع صوته، ولا في أماكن فعلا فيها صوت ربنا أوضح من أماكن تانية؟ ما نعرفش، ما أبعد أحكامه عن الفحص. ربنا فكره مش دايما معروف عندنا، لكن كتير ما تبقى الإجابة قوم روح يتقلك. أقول لكم شوية تطبيقات بتحصل قبل ما أدخل في يعني ذكريات الكتاب في الحتة دي. ساعات تبقى تايه لغاية ما تطلع مثلا خلوة يومين، فأثناء الخلوة صوت ربنا يبان قوي، عاوزك تعمل ايه. طول ما انت قبل الخلوة مضطرب مش عارف يمين شمال يمين شمال مش عارف، وبعدين تروح الدير يومين ثلاثة الحكاية تبان، او تروح لأب اعترافك، قم اذهب لأب اعترافك يقال لك، تسمع صوت واضح صريح بيقول لك كذا. او تبقى بقالك 3 ايام حيران، وبعدين تدخل القداس، جوه القداس الرسالة توصل بشكل صريح واضح. يبقى ربنا بيأجل احيانا الرد، وبيبقى عاوزك توصل لمكان معين فيه الرسالة واضحة. قوم اذهب يقال لك. اديكوا شوية امثلة بقى. ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم ربنا قال له اذهب من ارضك من عشيرتك من بيت ابيك للارض التي اريك. طب هتعمل ايه؟ هقول لك هناك. ما قالوش حاجه لسه. قال له سيب بس، سيب كل حاجه وتعالى فارض افرجك عليه. ساب بلده واهله وناسه وطلع لقى صحرا، فقعد مستني. قال له هقول لك، حاضر هقول لك. شايف اللي انت شايفه ده؟ قال له شايف صحرا. قال له الرمله دي تبقى عيالك، عيالك يبقوا زي رمل البحر. بص فوق كده بالليل كلها نجوم، عيالك يبقى زي النجوم. يعني انت جايبني يا رب من العراق لفلسطين عشان تقول لي الرملة والنجوم؟ ما كنت وريتهم لي في العراق؟ قال له لا، ما هي العراق مش هي اللي هتبقى ارضك، تعال الارض دي عشان تورثها، وعشان يورثوها اولادك لازم تقعد فيها من دلوقتي وتتغرب فيها. طب ما قلتليش ليه من هناك؟ قال له ما انا يمكن لو قلت لك ما كانش يعجبك العرض، انا قلت لك تعال ورايا وخلاص. طيب وهجيب كام عيل؟ قال له مش هنقول دلوقتي، خليك شوية. بعد سنين عرف ان هي كلها حتة عيل بالعافية على اخر العمر. ابونا ابراهيم لو ما كانش قام وراح ما كانش سمع صوت ربنا، لا كان شاف المسيح بعينيه، ولا كان جاب اسحاق، ولا كان بقى ابو الايمان. ولا المشوار ده هو اللي ايه فتح ودانه وفتح عينيه وبدأ معاه رحلة العمر كله. قم اذهب، انا مش عارف دي لما تتقال لكل واحد فينا تبقى ايه مغزاها، لكن في خطوة انت لازم تعملها عشان تعرف ربنا عاوز منك ايه. طول ما الخطوة دي انت ما عملتهاش يفضل الصوت ضعيف وانت مش سامعه، مش هتعرف تسمعه في الحتة اللي انت فيها وسط الدوشة بتاعت الناس اللي حواليك، انت مش سامع. قوم اذهب يقال لك. شخصية تاني زي إيليا. إيليا كان نبي عظيم وعمل إنجازات كبيرة، وقف قدام اليهود إن كان الله هو الله فاعبدوه، إن كان البعل هو الله فاعبدوه، والناس تابت وقالت الرب هو الله الرب هو الله، ورجعوا بقى ربنا بعد عبادة الأوثان فترة. وبعدين خاف، إيزابل قالت له هموتك، واضطرب وخد عزاله وراح كده يبعد عن إيزابل، وكان سلوك كده لا يليق بنبي. ونام وما صلاش وكل ونام لخبطه. جاله الملاك يقول له ايه؟ قوم اذهب، سيب كل اللي في ايدك، سيب المنطقة دي كلها، تعالى لي الجبل، اذهب الى جبل الله حوريب يقال لك. عارفين تكتشفوا ايه اللي كان قلقه؟ في آخر النص ربنا يحلله كل التساؤلات اللي عنده. إيليا كان كبر وكان حاسس أنه لو مات أو مشي في أي وقت الشعب كله هيرجع تاني للوثنية، دي كانت حاجة شغلاء. وكان الملك الموجود ملك مش حلو، مش عارف يعمل إيه،
هل يعين ملك تاني زي ما صمويل رشم داود أثناء حياة شاول ولا لا؟ فكان عنده أسئلة. ربنا ما بيردش، قال له ليه؟ تعال الجبل أرد لك على الأسئلة. قوم اذهب إلى جبل الله حوريب، هناك يقال لك. قم وكل لأن المسافة كتير عليك، ما تستخسرش مجهودك في مشوار ممكن لو عملته تسمع منه صوت ربنا أكتر. في مكان ممكن لو رحته تعرف بالظبط ربنا عاوز منك ايه، انما طول ما انت قاعد مطرحك مستني صوت ربنا يمكن ما يجيش. إجابة ربنا قوم اذهب يقال لك. سار بكل تلك بقوة تلك الأكلة 40 نهار و40 ليل إلى جبل الله حوريب. يعني إيه؟ يعني لو ربنا عاوزك تروح مكان معين هيساعدك، هيساعدك توصل للمكان ده عشان تسمع الصوت، هيساعدك توصل المكان عشان تسمع الصوت. زمان يقولوا أبائنا القديسين كان ممكن يسافر 3 4 أيام على رجليه مشي عشان يسأل أبوه الروحي سؤال في البرية في 5 دقايق ويرد تاني المسافة دي كلها 3 4 أيام. واحد يقول ضرب المشوار ده كله على 5 دقايق؟ لا، هم عاوزين يسمعوا صوت ربنا، وعارف انه رجل الله هيقول له ربنا عاوزك تعمل ده ولا ده. من ثقتهم في هذا الأمر كان ممكن يسافر مسافة طويلة عشان يسمع كلمة في دقايق ويرجع. شخصية أخرى زي أبونا يعقوب. خرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران وصادف مكانا وبات هناك، لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت راسه فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسه يمس السماء وهو زي ملائكة الله صاعدة ونازل عليه. يعني إيه؟ يعقوب طول ما كان في بيت أبوه ما كانش بيسمع ربنا خالص، مع أن أبوه رجل الله، إسحاق رجل تقي جدا وشاف المسيح بعينيه، إنما يعقوب مش طالع لأبوه ولا عيسو، وقاعد يتخانق على طبق العدس ويتخانق على البكورية ويغش أبوه ويضحك على أخوه شغلة. يا ابني سامع صوت ربنا؟ لا مش سامع. طب ربنا مش بيتكلم ليه؟ ما هو مش هينفع يتكلم في الجو ده. ولأنه هو مش ناوي يطلع بره بيت أبوه، يقول الكتاب أنه إيه ابن بيته، يعني يطلعش بعيد، مش هينفع كده. فربنا عاوز يقول له ابعد عشان أسمعك صوتي. عاوز أقول لك حاجة، ما بيبعدش. سابه بقى في عملته وخلى عيسو يستحلف له وهموتك يا يعقوب، فاضطر يهرب. قال له معلش اهرب وابعد خالص يمكن اعرف اتكلم معك. لما راح حران دي، كان يسمع عنها حران دي، حران دي في نص السكة من أور الكلدانيين من العراق لكنعان اللي هي فلسطين. بات هناك، يعني نام في العراء كده وهو مرعوب وخايف، مش عارف هيعيش ازاي، هيعمل ايه، هيوصل ولا مش هيوصل، اسئله كتيره قوي مش عارف. جاله الصوت يقال لك قم اذهب فيقال لك. في المكان المهجور ده اللي هو لوحده خالص وفي نص الليل قيل له ماذا ينبغي ان يفعل؟ جاله المسيح على السلم يقول له ايه؟ انا معاك، ما تخافش، هردك لهذه الارض وهرجعك تاني لأبوك، كله هيمشي كويس. وقال له كل حاجة. أنا اللي عاوز أوصله يا جماعة، اللي مش عارف يسمع صوت ربنا ممكن تبقى الرسالة روح المكان الفلاني يقال لك، يكون في مكان محدد صوت ربنا بالنسبة لك أوضح. المكان ده ممكن يكون دير، ممكن يكون خلوة، ممكن يكون كنيسة، ممكن يكون أب اعترافك، ممكن يكون فراش المرض، ممكن يكون زيارة شخص مريض أو زيارة شخص معين. كل دي أماكن قوم اذهب يقال لك. يمكن ما تعرفش تسمع الصوت لوحدك، لكن تسمعه عن طريق مكان أو شخص. شخصية أخرى، يوسف. يوسف ابن يعقوب انسان حلو قوي، لكن طول ما هو عايش في بيت ابوه مش هيسمع صوت ربنا برضه. ليه؟ اصله متدلع،
المدلع ما يسمعش صوت ربنا، الدلع ما يعملش قديسين. فأبوه جايب له جلابية ملونة وبتمنظر بيها على أخواته، وشغلة مش تمام. وبعدين بالعافية حلم حلم كده، لكن مفيش صوت واضح. قال إيه؟ الشمس والقمر يوطوا، وال 12 كوكب يوطوا. وبعدين ربنا عاوزه إيه؟ يبعد. عاوز أكلمك يوسف، عاوز أصاحبك، عاوز أقول لك أنا عاوز منك إيه في حياتك. طول ما أنت ابن أبوك وابن بيتك وابن العز مش هتعرف، مش هتعرف أنا عاوز منك إيه. ده أنا عاوز منك حاجة كبيرة أوي. فيسيب بقى ربنا الشر، إخواته يبيعوه، وبعدين يروح مصر ويترمي في بيت بوتيفار، ويشتغل عبد أمين أوي ياخد على دماغه أكتر، يروح السجن ياخد على دماغه شويتين. الحكاية يا رب، أنا فاكرك هتكلمني، أنا فاكرك جبتني مصر عشان تقولي حاجة، أنا فاكرك بهدلتني البهدلة دي عشان تعمل بيا حاجة. إنما بتعمل بيا إيه؟ شغلتني عبد، شغلتني سجين. ربنا يقول له طول بالك، أنا إلا قم اذهب يقال لك. فين؟ لما فرعون يحلم وبعدين يقولوا فين العبد العبراني اللي بيفهم في الأحلام، هاتولنا يوسف. وبعدين يوسف يقول له يا رب سمعت صوتك أخيرا، يا أنت عاوزني أنقذ العالم، أنا ابن يعقوب المدلل، يطلع مصيري أنقذ العالم كله من المجاعة، حكمتك يا رب. قال له ما أنت ما كنتش هتسمعه وأنت في كنعان في خيمة أبوك، ما كنتش هتسمع الكلام، كان لازم البهدلة وكان لازم الغربة، كان لازم الذل شوية. قم اذهب يقال لك. عشان كده في آخر سفر التكوين، آخر السفر، آخر إصحاح، تكوين 50، لما اخوات يوسف جم يقولوا له ايه؟ اعمل معروف، سامحنا على اللي عملناه. قال لهم عملتوا ايه؟ انتم ما عملتوش حاجه، انتم قصدتم بي شرا، الرب قصد به خيرا. انتم عملتوا شر بس انا مش شايفه كده، انا ما سمعتش صوت ربنا وما عرفتش رسالتي في الحياه وما لقيتش قيمتي في الدنيا دي غير لما جيت البلد دي، غير لما اتبهدلت البهدله دي، غير لما عديت على الأحداث دي كلها. فأنا كتر خيركم، الرب قصد به خيرا. كل واحد في حياته هيجيله يوم يقول هم قصدوا بي شرا، الرب قصد به خيرا. صدقوني لو كل واحد تأمل في حياته الشخصية هيلاقي الآية دي ليها مكان، هيلاقي إن في أمور بانت في أولها بايخة وغلط ومش وقتها وشر ومؤامرات وعداوة وأذية، ومع الأيام اكتشفت أن الأذية دي كانت أحلى حاجة، وأن اللي أنت حسبته غلط وشر ده طلع أنه مكسب، وطلع أنه خير، وطلع أنه حاجات كتير أوي. قم اذهب يقال لك. ما زال موضوعنا إيه؟ ماذا أفعل يا رب؟ روح هقول لك، روح هناك هقول لك، هناك مش هقول لك دلوقتي، روح في المكان ده وانا هقولك. شخصية اخرى، دانيال. دانيال ده كان شاب يهودي متدين ويحب ربنا قوي، يحب الهيكل كأي شاب يهودي. وفجأة جم بتوع بابل كسروا الدنيا وحرقوا الهيكل وخدوا الشباب سبايا. رب انا بحب الهيكل، بحب خدمتك، ونفسي ابقى يهودي تقي، هترميني في بلد بعيدة كلها اوثان، ناس ما تعرفش ربنا والشر حواليها في كل حتة. قم اذهب يقال لك. دانيال لم يتنبأ نبوة واحدة في أورشليم، كل نبواته في بابل. ما سمعش صوت ربنا في بيت أبوه، ما سمعش صوت ربنا في بلده، ما سمعش صوت ربنا وسط شعب يعرف ربنا. إنما دانيال رجل الرؤى، كل اللي شافه وسمعه كان في بلد وثنية بعيدة عن ربنا. روح يا ابني روح يقال لك. دانيال لو عاش وسط أهله وناسه ولا كنا سمعنا بيه، كانش يبقى له رسالة. لما اتبعت آخر الدنيا وتزل في أول حياته صار نبيا عظيما. يقول في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها
وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إله، وأدخل آنية إلى خزانة بيت إله. الموقف ده معناه إيه؟ كان سر كآبة لكل اليهود إنه ملك يهوذا نفسه تأثر وخد معاه شباب كتير أسرى، وحتى الأواني اتسحبت من بيت ربنا والناس كلها متضايقة وصعبان عليها، وليه يا رب سبت شعبك وسبت كنيستك؟ وربنا يقول طولوا بالكم، كل حاجة ليها ترتيب، هيطلع لكم واحد ما حصلش. قم اذهب إلى هناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. واحد زي يوحنا الرائي، يوحنا الرائي هو الراجل العجوز اللي فاضل من ريحة المسيح، الراجل قرب على 100 سنة، الوحيد اللي عاشر المسيح له المجد وكان عايش معاه وقاعد معاه، كل الجيل مش كل الآباء الرسل راحوا السماء، فاضل يوحنا. طب يوحنا ده ثروة، خليه بقى يلف على الكنائس كده كل الناس تاخد بركته، لأن ده لما يقعد يقول لهم لما كنت قاعد جنب يسوع سلام، هما بقى بيبصوا له زي حالتنا كده ما حضروش ربنا يسوع. فطبعا يوحنا ده حاجة كبيرة قوي بالنسبة للكنيسة. قال ايه؟ ربنا يقول له انا عاوز اقول لك حاجة حلوة قوي. قال له قول يا رب. قال له لا، قم اذهب يقال لك. اروح فين؟ انا عجزت. قال له لا، هتروح ورا الشمس، لا هتروح كنيسة توعظ، ولا هتروح أبروشية من الأبروشيات اللي تبعك، ولا هيكرموك في أفسس، ولا هيكرموك في كورنثوس، لا لا، ده أنا هرميك في جزيرة فقيرة بتاعت شوية مساجين، عشان عاوز أقول لك حاجة في ودنك. قم اذهب يقال لك. طب يا رب ده أنا ورايا أبروشيات، ورايا كنايس، ورايا أساقفة تلاميذي، عاوز أتابع وأتابع وأتابع. قال له لا لا، أنا هتابع، روح بس أنا هقول لك. ويترمي في بطمس، وبعدين ايه؟ يقعد بقى ورأيته 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 بتاع 12 مرة مثلا ورأيته. الرؤية دي مجموعة من الرؤى يقال لك، فين؟ في الحتة اللي ما تتوقعش خالص ان ربنا يكلمك فيه. لو ما كانش راح بطمس واتنفى واتنسى واتبهدل، ما كانش شاف الجمال بتاع سفر الرؤيا وروعة السماء والمسيح على عرشه والأيام الأخيرة ومركز القديسين والشهداء وجمال السماء. كل ده هتشوفه لما تروح المكان اللي ربنا قصده. أرجع تاني وأقول ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ يا رب ماذا أفعل؟ يقول لك قم اذهب يقال لك. لو ربنا فرض عليك مكان روح، هيقال لك هناك ماذا ينبغي أن تفعل. لو ربنا غير مسار حياتك اقبل، ربنا قاصد يقول لك حاجة في حياتك الجديدة. لو ربنا ضغط عليك وطلعك من أهلك وناسك ورماك في حتة ما كانتش على هواك، قم اذهب يقال لك. لو دخلت في ظروف أنت نفسيا مش قابلها، قم اذهب يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. ما تختارش، اللي هيمشي مع ربنا ما يختارش لنفسه، اللي هيمشي مع ربنا يسيب ربنا يحطه حط، يوجهه، يرميه في المكان اللي هو عاوزه عشان يعمل بيه اللي هو عاوزه. يقول بقى في رؤيا 4: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. واحد تاني زي داود. داود كان مبسوط آخر انبساط في بيت لحم مع شوية غنم. أنا أتصور إن داود كان هيقضي حياته كده، راجل رايق مع المزمار والقيصار، يطلع الصبح الخرفان في رجليه وينام تحت شجرة، ويصحى في الضلة يمسك المزمار ويقعد يقول تراتيل والخرفان تتمرخ حواليه، وبعدين يروح أو ما يروحش ينام في الشجر، ومبسوط أوي. وعاش على كده كام سنة ولا على باله بقى أي حاجة تاني. وتصور إنه هيقضي حياته راعي أغنام سعيد بمحبة ربنا، وفجأة يبعتوا له يقولوا له إلحق أبوك عاوزك، صموئيل النبي دخل بيتكو زيار، حاضر خير، يدخل هات راسك يا ولد، إيه هنعملوك ملك. ملك؟ ملك ده إيه؟ هتتعمل ملك. طيب ملك وبعدين؟ وبعدين هتسحبك شاول عنده، وبعدين
هتهرب في الجبال وتتشرد 15 سنة، ليه يا رب؟ قم اذهب يقال لك. ابتدت المزامير بقى تاخد نغمة تاني، بعد ما كانت كلها مزامير تسبيح في الطبيعة وفرح بربنا، بقت مزامير صراخ. لماذا يا رب كسر الذين يحزنونني؟ أمل يا رب أذنك واستمعني، ارحمني يا رب ارحمني، عليك توكلت نفسي. ليه؟ كل يوم في مصيبة وفي شاول وفي شغلة. قم اذهب يقال لك. يعني انت عملتني ملك عشان تمرمطني؟ معلش، انا عاوزك تسمع صوت، عاوزك تشوفني. ما كنتش هتشوف كل اللي انا عاوز اقوله في بيت ياس. اطلع من بيت ابوك، خليني اعرف اكلمك. ابعد عن الكومفورت زون بتاعك. بقت بدعة جديدة كده يسموها الكومفورت زون، اللي هي ايه؟ دائرة الراحة. يعني ايه؟ كل واحد فينا له دايرة كده يرتاح فيه. الناس دول، المكان ده، الشغلة دي، مش عاوزين نغير، خلينا على كده. لا، الدايرة دي تعطل صوت ربنا. انت لازم تطلع براها وتترمي برا عشان ربنا يعرف يقول لك هو عاوز ايه. انما طول ما انت عاوز تقعد في الكومفورت زون بتاعك، تقعد في الحتة اللي انت متعود عليها والنظام اللي انت واخد عليه، مش هيعرف يغير فيك ربنا. مش هيقول لك اعمل منك حاجة جديدة ازاي وانت قاعد كده. داود طبعا لم يعد راعي اغنام بسيط وصالح، صار ملكا ونبيا. لما ايه؟ قم اذهب يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. واحد زي حزقيال. حزقيال كان كاهن، ابن كاهن، والكاهن حياته في المذبح، حياته في الهيكل. خدوه هو التاني بعد دانيال بكام سنة، قبل دانيال بكام سنة، رموه في بابل برضه، في حتة تاني بقى، مش في العاصمة كمان، في حتة كده عند نهر خابور. قال لا، طب أنا كاهن، يقف حالي كده زي كاهن موقوف، حاجة تضايق. وبعدين أنا عملت إيه؟ قال له معلش، أنت مش هتبقى كاهن عادي يا حزقيال، أنت هتبقى نبي. قم اذهب يقال لك. تعال فرجك بقى حزقيال على السماء، وياخدوا ربنا فسحة في السماء، حزقيال 1 وحزقيال 10. تعال فرجك على يوم القيامة، حزقيال 37. فرجوا بقى على الناس لما تقوم كده وتطلع من القبر، ومنظر جميل قوي. تعال فرجك على مجد أورشليم السماوية. ايه ده كله ده؟ قال له ما طول ما انت كنت قاعد في أورشليم في الهيكل اللي بتحبه، ما كنتش هتشوف حاجة. وانت مرمي عند نهر خابور مع ناس وثنيين وشوية يهود بطالين، انا بقى افرجك واقول لك انا عاوز منك ايه. قم اذهب يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. واحد زي اشعيا. اشعيا النبي برضو، الراجل يا عيني كان ابن عز من عيلة الملوك، انما ما شافش يوم راح. هو فاكر بقى الملوك قرايبه دول هيهنوه، يعني واحد قريب الملك ونبي يديله حريته يوعظ ويعلم. كل الملوك أسوأ من بعض في الزمن ده، ما فيش ملك سابه ياخد راحته في التعليم والوعظ، كان يائس وحالته حال. قام وذهب إلى بيت الله. يقول في سنة وفاة عزية الملك، رأيت السيد جالسا على كرسي عال وأزياله تملأ الهيكل. يبدو دخل الهيكل والهيكل فاضي خالص، وقعد كده قدام هيكل سليمان، وبعدين شاف بقى منظر جميل قوي، ابتدى يشوف. ده واحد دخل الكنيس، يعني كان متضايق، أصل عزية ده مات ويعتقد إنه هلك. أشعيا كنبي، عزية مش بس قريبه، ده هو يعتبر من ولاده في الروح، لأن هو نبي وده ملك، فالملك يعترف على النبي. يعني عزية ده مات بالبرص، لأنه تجاسر في عبادة ربنا ومد إيده على الكهنوت، يعني كان عاوز يبقى عامل فيها كاهن. فكان متضايق أشعيا، أنا فشلت في خدمتي، أنا حتى أقرب الناس ليا معرفتش أوصله لربنا، طيب قول لي يا رب حاجة رد علي. فقام وذهب إلى الهيكل، دخل الهيكل من هنا، قيل له
ما تخافش. وابتدى يشوف بقى المسيح في مجده، والملائكة بتقول أجيوس، وقال طب ما أنا هلكت. قال له لا لا ما هلكتش ولا حاجة، وجمرة النار ومس بها شفتيه وقال له يلا من نرسل، من يذهب من أجلنا، اذهب وقل. كل ده لما عمل إيه؟ لما قام وذهب إلى الهيكل. معلش أنا بعيد وزيد وزن كده عشان أثبت الفكر. لما تكون مش سامع صوت ربنا يجوز الإجابة تبقى إيه؟ قم اذهب إلى، مش عارف بقى إلى دي إيه؟ يقال لك. فكر بقى يا ترى هو عاوزك تروح فين عشان تسمع. مش لازم ربنا يجاوبك مطرح ما أنت موجود، ساعات يجاوبك في حتة يكون عاوزك تروحها الأول. ناخد الكلام بشكل عمل. قم اذهب إلى الخلوة. احنا يا جماعة مش بنسمع صوت ربنا كويس عشان مش بناخد خلوة، مش بنقعد لوحدنا، مش بنهدى. ربنا يحب يتكلم في الهدوء، ربنا ما يحبش الدوشة. واحنا مشغولين ومدوشين طول اليوم وطول العمر ومش سامعين، وتبقى ماشي كده في سكتك وفاكر انك ماشي صح وبتعمل اللي ربنا عاوزه. ربنا عاوز يقول لك يا جدع حوت حوت، طب ارجع، انت مش سامع. انت يتهيأ لك انك عامل كل المطلوب. اقعد شوية واسأل. الخلوة معناها ها يا رب انا صح ولا انا ماشي ولا مش ماشي، ينفع كده ولا ما ينفعش، عاوزني اعمل ايه، لاكون ماشي غلط. هنا قم اذهب إلى الخلو فيقال لك. لو عاوز تسمع صوت ربنا دور على مكان هادي ووقت هادي ومخ هادي تقوم تسمع صوت ربنا. مكان هادي ووقت هادي ومخ هادي. قم اذهب إلى أب الاعتراف. لما تكون مش عارف تعمل إيه ومش عارف صوت ربنا روح لأب اعترافك. ما زال بعضنا يتجاهل صوت ربنا عن طريق أب الاعتراف، مع أنه أب الاعتراف صوته صريح وواضح من ربنا. قم اذهب إلى مريض. صدقوني ساعات حياة الناس تختلف في زيارة مريض. ليه؟ لما تروح تشوف مريض مثلا يكون من مستواك أو من جيلك ويمكن أصغر منك، تتنقل لك رسالة شديدة واضحة. مش كان ممكن يحصل لك كده؟ مش كان ممكن ده يبقى أنت أو حد من اللي حواليك؟ طب كون ربنا ما عملكش التجربة دي، هل ده معناه أنت أحسن؟ أنت مش أحسن؟ طيب مش تختشي بالذوق؟ مش تفهم وتتوب أحسن؟ مش ده اللي بيحصل مع ناس كتير؟ مش دي الحياة الإنسانية إيه؟ شوف بتصغر إزاي؟ شوف الإنسان الكبير ده بيتهد إزاي ويتهز إزاي؟ إذا قم اذهب. ساعات الواحد يبقى مش سامع صوت ربنا وتيجي الرسالة من مريض. يعني يمكن حكيت لكم حكاية، حكاية أبونا تدرس عن واحدة ست كلمته وقالت له تيجي تاخدني، أنا زهقت من الراجل اللي عايشة معاه ده، أنا لازم أتطلق. يا ستي ما عندناش طلاق، يا أبونا لو ما جيتش تاخدني هنتحر. وفي بلد بره بقى مش في مصر، راح أبونا الغلبان مشاوير بقى في أمريكا، لقاها مستنية في الشارع بشنطتها وغضبانة وعصبية ومش سامعة كلامه ومش طايقة حديثه. خلاص شايفة إن معاها كل الحق إنها تسيب تهجر الراجل وتغضب وتسيبته. أبونا كان وراه مشوار زيارة مريض، قال لا دلوقتي مش هقدر أوصلك في حتة، أنا متأخر على الزيارة والراجل لازم أزوره مديله معاد. راجل عنده كانسر متقدم ولو شفته ملحقته النهاردة مضمنش ألحقه الأسبوع الجاي، هروح معاك بس ابعدني عن البيت. حاضر. راحوا وفي السكة أبونا يحايلها ما بتتحايلش، ما بتسمعش، ما بتسمعش صوت ربنا، غضبانة وخلاص. قال لا تعالي نزور الراجل ما تقعديش في العربية، تعال
دخلت الست في دي لابونا بقى مش يعني عند ناس ما تعرفهمش. دخل ابونا للراجل اللي على السرير، الراجل وشه منور، اهلا يا ابونا، بركة اني شفتك قبل ما امشي. والراجل قعد يتكلم هذا المريض عن محبة ربنا وعن كرم ربنا وعن يعني عطايا ربنا وعن اشتياقاته للسماء. وابونا يقول له يعني انت مش زعلان؟ يقول له زعلان ازاي، ده ربنا عشان بيحبني زيادة اداني ده كله عشان الاكليل اللي في السماء، انا لو ما كانش بيحبني كان سابني اتدلع في الدنيا، ده هو بيحبني اكتر من اي حد. والست تسمع وتعيط وتعيط ليه، الراجل بيوعظ مش هو مش دريان، عمال يقول انا اسعد واحد، انا اللي انا فيه ده هو اللي هيدخلني السماء، انا استحمل اكتر من كده كمان. وبعدين ايه، صلى له ابونا ونزل بالست. ابونا الست سدته من جلابيته كده، قالت له ايه، ممكن تروحني البيت؟ قال لها ليه، مش كنت غضبانه وهتموتوا بعض؟ قالت له اموت ايه، ده انا استاهل اخد على دماغي 100 مرة، ده الراجل بيشكر وفرحان وانا ما عنديش ربع الغلب اللي هو فيه، انا سمعت صوت ربنا. قالت له كده، انا سمعت صوت ربنا، ما سمعتوش من كلام ابونا، بس لما دخلت عند المريض سمعت الصوت اللي ما كانتش راضيه تسمعه. قم واذهب الى ممكن بلد تاني، ممكن الظروف تدفع انسان انه يهاجر، وكثير قوي من ولادنا يبقى خايف ومتردد، الهجره صح ولا مش صح؟ يا ابني هي لا صح ولا مش صح، هي شوف ربنا عاوزك فين وخلاص، انما ما كله بلاد ربنا، ربنا هنا ربنا هناك. وبعدين كتير يقولوا لنا انا ما كنتش قريب من ربنا، لما دخلت البلد دي عرفت ربنا، مش لانها بلد كويسه كلها شر، بس وسط الشر ده شفت ربنا وعرفت ربنا، اذا ربنا زقني اسيب مصر زقني زق، انما لقيت ربنا اوضح من مصر كتير. قم اذهب الى مؤتمر او الى يعني خلوه باي شكل، ساعات الواحد يكون مش على بال. مره واحد بيقول انا كنت جاي اتفسح، قلت اعملوا ايه في المؤتمرات دي، العالم رايقه، اقعدوا يوعظوا ويتكلموا بتاع، انا اروح اقعد على البحر. وبعدين ربنا يعني حرك قلبه وقال ما كنتش متوقع ان ربنا هيكلمني غصب عني كده يعني، لكن لقيت الكلام بيهزن. روح اذهب لمكان غريب، ساعات تترمي في مكان غريب مش محسوب خالص، ما كانش في الحسبان، حاجة كده مترتبة بطريقة مش فاهم الظروف ازاي وصلت لكده، ما انتش عارف، ويكون ربنا عاوز يقول لك حاجة تستغربش من طريقة ربنا. قم اذهب الى وداع شخص، احيانا وانت رايح تودع شخص او تحضر خارجة، في ناس اللي جابهم لربنا ما سمعوش صوت ربنا غير في الخرجات. ليه؟ لأنه وهو قدام صندوق شخص يعرفه كويس جاد سمع صوت ربنا بأي معنى، وفهم حاجات ما كانش راضي يفهمها. هناك يقال لك، يقال لك إيه؟ إيه اللي ممكن ربنا يقوله في المكان اللي يبعتنا ليه؟ ايه اللي ممكن ربنا يقوله في المكان اللي بعتنا ليه؟ اول حاجة مهمة المفروض تحاول تسمعها، ايه الخطوة اللي جاية؟ ساعات احنا نبقى عايشين كده يعني، النهاردة زي امبارح زي اول زي بكرة، الحياة ربنا مش دي طريقته، حبش ربنا كده، ربنا عاوز يعمل قديسين. فانت لازم في كل مرحلة تقول له ايه، انت عاوز ايه تاني، عاوز مني ايه، ايه الخطوة اللي جاية، هل كده خلاص يا رب هكمل على الخط اللي انا فيه ولا انت مرتب لي حاجة تاني؟ قم اذهب يقال لك. موسى النبي تصور ان اخر حياته هيفضل راعي اغنام في سينا يجري ورا الخرفان، قيل له انزل مصر واشتغل معايا خلص الشعب، وتغيرت حياته خالص ما كانش على باله.
كانتش في دماغه. بطرس حياته يبقى صياد ويجيب سمك ويبقى رئيس صيادين بقى ويبقى كده حقق حلمه. وبعدين في نص البحر سمع الصوت يقول له تيجي تشتغل معاه صياد ناس. قيل له رسالة معينة في عمق البحر، هو المسيح لوحدهم في المركب، تعال سيب اللي في ايدك وخليك معايا صياد ناس. ايه الخطوة الجاية؟ سؤال مهم، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ كل واحد في مرحلة، في واحد خلص تربية عياله، عياله كبروا مثلا، وفي واحد خلص معاش، وفي واحد خلص دراسة، وفي واحد خلص خدمة معينة، وفي واحد خف من مرض، وفي واحد اتركن من شغله، وفي واحد فكت الضائقة اللي عنده، وفي واحد دخل في ضائقة مالية، وفي واحد. كل مرحلة لازم تسأل ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ إيه الخطوة اللي جاية؟ بعد ما فلان مشي، بعد ما الظروف اتغيرت، بعد ما الدنيا زنقت، ها عاوزني أعمل إيه؟ روح اذهب يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. في القرارات الهام برضو مهم أنك أنت تحاول تسمع ربنا مع كل قرار. في ناس تفكر كتير، تدرس كتير، لكن ما تحاولش تسمع، ويمشي بقى وياخد في وشه ويروح ويجي ويضيع وقت كتير وبتاع، وبعدين يرجع يقول ليه يا رب سبتني؟ يا ابني انت سألت، انت ما سألتنيش. ابونا ابراهيم مرة حصلت له كده، مع انه عادة ماشي مع ربنا، انما في مرة قال ايه مجاعة، بص لسارة لا احنا هنجوع كده، ايه رأيك نروح مصر؟ يلا يا ابونا ابراهيم نلم العزال ونلم العبيد ونروح مصر ونضرب المشوار وفي مصر تحصل مشاكل، وقبل ما يدخلوا يقول لها انت لسه حلوة انا خايف من عينيهم. القصة دي خدت لها على الأقل 3 4 يمكن 6 شهور، وبعدين ربنا يستر ويرجعوا. الست شهور دول ضاعوا من عمر أبونا إبراهيم، عارفين ليه؟ عشان حاجة واحدة بس، ما سألش ربنا عاوزني أعمل إيه. دول ضاعوا من عمره، قالهم مش في السك، مش في الخط. حصل زيهم تاني في حتة اسمها جرار، نفس الوقع، من اندفاع من غير ما نرجع لربنا، قرار كبير يلا نروح، رحنا واتبهدلنا ورجعنا، ونبص لبعض طب ليه رحنا واتبهدلنا ورجعنا؟ عشان ما سألناش هو ده كان المطلوب ولا مش ده المطلوب. ينبغي يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. لو مش عاوز تضيع عمرك، تروى في استماع صوت الله. لما تقول له يا رب ماذا أفعل؟ يقول لك قم اذهب يقال لك، روح واستنى لغاية ما يجي الصوت واضح، تتأكد من المطلوب بالضبط، بعد كده امشي فيه. هناك يقال لك تركيز في موضوع معين. مش معنى ان احنا بنقول ربنا هيكلمنا انه لازم يقول لك هاجر، اتجوز، غير شغلك، لا، ده ممكن تبقى الرسالة ركز يا ابني على موضوع التواضع. يا حبيبي قلبك ضيق، حب اخواتك اللي حواليك. يا فلان من هنا ورايح ارمي الفلوس ورا ظهرك وركز في ابديتك. ممكن تكون الرسالة روحية خالص وتكون محتاجها جدا، وتبقى اهم من قولت غيرت شغلك ولا غيرت بلدك. فمحدش يستنى ان الرسائل ربنا هتبقى قرارات حياتية عملية، طب ممكن تبقى قرارات حياتية روحية. انتوا فاكرين دي حاجة قليلة ان واحد يركز في موضوع روحي لمدة سنة سنتين من عمره؟ ما هي دي اللي بتعمل القديسين، انه يبقى مشغول بحاجة وبيصلي فيها وبيقرأ فيها وبيتدرب عليها وغرقان فيها وعايش فيها، يقوم يكتسبها. يعني النهاردة مثلا يقول لك ايه، فلان بيدرس مش عارف MBA، هياخد مش عارف communication skills، هيروح الجامعة الامريكية يقعد له سنتين يدرس مش عارف management في ايه. يعني تدي سنتين مش هنا وسنتين هنا وسنتين هنا، تاخد لكش سنتين تواضع، سنتين توبة، سنتين حكمة، سنتين هدوء،
سنتين نقاوة قلب، دي عاوزة 20، دي مش سنتين. يعني إذا كنا بنركز في مواضيع في الدنيا تعلى بمستوانا، طب والحياة الروحية ما تستاهلش إنك تركز فيها وتقطع شوط؟ ممكن ده يبقى صوت ربنا يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل، يقول لك اعمل كذا اعمل كذا، دي حاجة روحية. يقال لك خدمة أو رسالة تكون غفلان عنه. برضو في تحديد الخدمات بالذات، ايه الخدمة المناسبة، ايه اللي ربنا عاوزه منك كخادم، مهم تسمع صوت ربنا. احنا ساعات نتحرك بتفكيرنا البشري، الحتة دي عاوزانا والمكان ده محتاج وفلان ينفع في ايه، استنى بس استنى، الحكاية ليها رئيس، ارجع للرئيس، شوف عاوز مين فين، شوف اولوياته ايه. اذكر كلمة اثرت فيا زمان وانا خادم، قالها ابونا يوسف اسعد في مؤتمر كنت حاضر معاه. قال ايه؟ قال الخادم الروحاني يشعر إلى أين تتجه نظرات المسيح الآن ويتجه. يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع له المجد قلبه بيحرك، فيلاقي في واحد تعبان قوي فيبص عليه قبل أي حد. الخادم اللازق للمسيح اللي بيوشوش ربنا طول الوقت يقول له عاوزني أعمل إيه؟ عاوزني أعمل إيه؟ ده اللي هيحس هو ربنا مركز على مين دلوقتي، يقوم يجري على الشخص ده. انما احنا ساعات ندوس على ناس تعبانة جدا عشان نطبطب على ناس مرتاح، كأننا بنطبش يعني مش شايفين. لا، اللي عاوز يخدم لازم يرجع لربنا، عاوزني اعمل ايه دلوقتي، مين عليه الدور عندك انت في ترتيبك، انت مين اهم من مين، نسأل عليه القرش ده نحطه فين يا رب، في أنهي مجال. كل ده المفروض نرجع فيه لربنا. أرجع وأقول إيه يا رب ماذا أفعل؟ الإجابة قم اذهب يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. لإلهنا كل مجد وكرم والأبد، آمين.